بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. التفاؤل، التفاؤل يبعث على الطاقة الإيجابية بالنفس، والتفاؤل هو الميزة الأكثر ارتباطا بالنجاح والسعادة من أي شيء آخر. أعزائي جماهير النادي الأهلي العظيمة، الفرحة ستكون حمراء بإذن الله، وسنحتفل سويا بالكأس الإفريقية بعد نهاية المباراة بدعمكم ومساندتكم دايما وتشجيعكم الدائم لنادينا الحبيب. حتى وإن كنتم غائبين عن حضور المباراة، لكنكم دائما وأبدا أصحاب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في الفوز بالبطولات سواء محلية أو أفريقية. الأهلي يا ما مر بظروف صعبة، ويا ما كانت قدامه مصاعب كتير، ويا ما كانت قدامه عقبات، لكن الإصرار والتحدي وروح الفانيلا الحمراء كان ليهم عامل السحر. يا رب التوفيق النهاردة يكون من نصيبنا، من نصيب النادي الأهلي.